بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من عاصمة الميادين، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الثامن للقعدان الإجذاع في هذا الصباح. أبدأ مع المركز الأول، أتابع في هذه اللحظات انطلاقة الأسد مع المركز الأول. حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري يقدم لنا الأسد، بينما المركز الثاني القادم جلمود الحر بن راشد بن خادم بن راشد المهيري يقدم لنا انطلاقة جلمود، بينما المركز الثالث القادم في هذه اللحظات والحاضر زيزوم يتقدم شعار بن مشيط ومحمد بن ناصر بن مشيط المري يقدم لنا زيزوم مع المركز الثالث. المركز الرابع القادم نبه لسلطان بن مسعود بن سعيد النيادي، والمركز الخامس الحاضر في هذه اللحظات مدلل سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي يقدم لنا مدلل ويحضر مع حضور مدلل، بينما القادم أيضا في هذه اللحظات نجد يتدخل في هذه اللحظات نجد للدكتور بن سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا شعاره، بينما أتابع القادم بكل قوة في هذه اللحظات مسيان لأحمد بن محمد بن محمد بن غنام اللهم لي هو القادم، بينما الحضور في هذه الأثناء يصل ويتدخل في هذه اللحظات الرهاوية لسالم بن فارس بن حمد الشامسي يقدم لنا الفارس أم الرهاوية مع انطلاقته الجميلة والموفقة، بينما أتابع أيضا حضور وتواجد في هذه الأثناء من الواضح سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد من يقدم لنا شعاره وانطلاقاته وحضور هذا الشعار واندفاعات الواضح، بينما أتابع وأراقب القدوم والحضور من القاطع لحميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم لنا هذه الانطلاقة. الله يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، إلى الحضور الأول، إلى الرهاوي 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 سالم بن فارس. هنا ينطلق سالم بن فارس بن حمد الشامسي، بينما المركز الثاني زيزوم يا بن مشيط زيزوم، زيزوم يا أبو ناصر زيزوم، محمد بن ناصر بن مشيط المري وشعار الشقي يتدخل من الجانب الأيمن أيضا، وشعار هنا مدلل لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، وكذلك القادم جلمود الحر بن راشد بن خادم بن راشد المهيري. الأسماء الكبيرة، الشعارات الخطيرة، الأسماء القوية في عالم سباقات الهجن. هنا شعارك يا بن مشيط على المركز الأول على الصدارة مع زيزوم 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 زيزوم، انطلق نحو الصدارة، انطلق مع المركز الأول بالإبداع يا أبو ناصر، عوايدك يا أبو ناصر. ينطلق زيزوم ويحضر زيزوم مع الصدارة ومع المركز الأول، يقدم زيزوم محمد بن ناصر بن مشيط المري يبحث عن النقطة الثالثة في هذا اليوم. الله عليك يا أبو ناصر، الله عليك يا أبو ناصر، عوايدة عوايدة عوايدة، بسم الله طار 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 زيزوم نحو الانتصار. محمد بن ناصر بن مشيط المري روح يا ابو ناصر، روح روح للفوز روح، وهات التوقيت هات التوقيت مع
رمشيط شعار كبير يعرف المنصات ويعرف النواميس. سلام سلام يا بن رمشيط، سلام يا ابو ناصر على هذا الابداع مع زيزوم زيزوم زيزوم. الله تهانينا لك يا ابو ناصر ولآل مشيط على هذا الفوز والانتصار الكبير والمميز في صباح هذا اليوم مع زيزوم المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام اللي هو مدلل لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي والمركز الثالث. كان حضور ايضا هنا الفاتل محمد بن راشد بن نايع القفلي ورابع المراكز. كان حضور وتواجد ايضا جلمود للحرب الراشد بن خادم بن راشد الاميري والمركز الخامس. اذا نعود الى زيزوم ولحظات وصوله في هذا الصباح. هنا توقيت مشاهدينا الكرام 6 دقائق و8 و7 أجزاء من الثانية. زيزوم لمحمد بن ناصر بن مشيط المري، من قدم لنا زيزوم في هذا الصباح والعرض المميز المركز الثاني. 6 دقائق 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية كان مدلل لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي والمركز الثالث. كان حضور ايضا اللي هو الفاتن لمحمد بن راشد بن نايع القفلي 6 دقائق 4 ثواني وجزء 1 من الثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.